بسم الله الرحمن الرحيم. في أداة جميلة جدا لفحص ملفات الـ IFC، والميزة إنها مجانية، IFC checking. هتلاقي الرابط أسفل الفيديو. هنفتح هو البرنامج اهوت، هندوس عليه مرتين. شاشة بسيطة جدا، بيقول لك حدد الملف الـ IFC اللي انت عايز تفحصه. باجي هنا اقول له هات لي الملف دوت اللي لسه جاي عايز افحصه، وليكن دوت ستارت تشيكين. فبيقول لي خلاص ان هو خلص الفحص، وريني بقى التقرير. فبيبدأ بقى يجيب لي التقرير بكل المشاكل اللي موجودة فيه، عدد العناصر فيه 292 مشكلة. بيبدأ يجيبهم لي وبيقول لي المشكلة موجودة مثلا في المساحة، في ان في معلومة غلط، في حاجة مش متوضحة، في معلومة ناقصة، في أرقام متكررة، وهكذا. ده التقرير اهوت بكل المشاكل الموجودة في ملف الـ IFC دوت.